مرحباً، لدي قصة لأشاركها معكم. ذهب رجل ليتحدث مع زوجة الداعية وأخبرها عن عائلة في حي كانت في حالة مأساوية. الأب توفي والأم مريضة جداً وغير قادرة على العمل، وكان لديهم 9 أطفال كلهم يتضورون جوعاً. لم تمكن العائلة من دفع الإيجار البالغ 400 دولار، وكانوا في خطر الطرد من منزلهم وتركهم للنفس لتحتمي بأنفسهم في الشوارع. صمت زوجة الداعية عند سماعها لموقف العائلة وسألت الرجل عن هويته. بدأ الرجل يبكي وأخبرها أنه في الواقع مالك منزل العائلة. تسلط هذه القصة الضوء على معاناة بعض العائلات في مجتمعنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمرض أو الكوارث الغير متوقعة. من المهم أن نكون على دراية بتلك المسائل ونفعل ما بوسعنا لمساعدة المحتاجين. لا تري متى ستكون أنت الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة.